انا العصفوره قالت لي ان في كده عروسه معاكي او لعبه معاكي ما بتسيبيهاش، ما اعرفش انت ما جيتيش بيها ليه، اسمها طمطم صح؟ طمطم دي ايه حكايتها بقى؟ احكي لي كده. طبعا ساعات وساعات. علي صوتك، علي صوتك. ساعات وساعات باخدها. علي صوتك مش سامع. ساعات وساعات باخدها. ساعات وساعات بتاخديها؟ هي صاحبتك طمطم دي صح؟ طبعا. تقعد معاكي في الاوضه وبتنيميها جنبك والكلام ده؟ احنا بقى مش عايزين نفضح ساعات. لا ثانيه واحده عشان يوسف. لا خلاص ما اتكلمتش ولا كان اتكلمت. في حاجه ما بنامهاش جنبي. ساعات بنايم العروسه الكبيره الاضخم منها جنبي. نايم. كان طمطم بعلقها. طمطم ايه؟ بعلقها. بتعلقيها؟ بتعلقيها ازاي؟ لا 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 معلقه من بتاع اللي في دماغها دي. ده بتعذبيها يعني ولا ده لعبه؟ لا لعبه. لعبه عادي ها؟ طب انت كنت عايز تفضحها في حاجه في موضوع طنطن؟ لا خلاص لا مش موضوع طنطن دي حاجه تانية خالص. ممكن انا افضحها عادي. قولي يا عم. المني في بطانيه بتاعتها هي بتحبها قوي. بقى احكي وانا صغيره كنت بموت فيها ما اقدرش اسيبها. لحد دلوقتي انت صغيره بس؟ طبعا ما اقدرش اسيبها. بتقعد تشم في البطانيه يعني مش عارف ليه. بص 24 ساعة ماسكة البطانية وما بتطلعش دي ما اقدرش اعيش منها. بجد؟ مش عايش منها. ها؟ طب ايش عايش منها؟ قصدك غيرها قصدك.